قدم برنامج صباحكم نور الذي تعده وتقدمه الدكتوره باسمه السمعان حلقه جديده بعنوان العباده بين الايمان والتقوى وقد استضاف البرنامج الأب جوزيف السويد النائب الأسقفي للكنيسة المارونية في عمان الذي خصص حديثه حول الانتخابات النيابية القادمة ورسالته الموجهة لأبناء الرعية يدعوهم فيها إلى الإقبال على صناديق الاقتراع لاختيار المرشح المؤتمن لأداء رسالة السماء والملكوت كما أشار الأب سويد إلى أن النائب المسيحي الذي سيتم انتخابه للبرلمان عليه أن يجسد قيم الرجاء والإيمان التي يحقق بها تطلعات نفسه أخي فعل هناك يعني اذا طال... طلب منك رايك او طلب منك ابونا شو رايك بالانتخابات وانتم بلبنان كنتوا يعني هذا الموضوع عشتوه وعصرتوه وعندكم فلسفه معينه عرس و... بصدق هو عرس يعني وطني وانا بقول يعني كل انسان عنده واجب وعنده رساله انه بهيدا النهار ما يكون متفرج وما يكون كمان هيك مثل مثل ما بنقول نحن انه غير مبالن نعم يدبروا راسهم ما كلها معلبه بلبنان كنا معلبه مزبطة مدوزنه شو قلنا ما ما وهلا هون عم هذا الشيء كله وين ايه. ما أنا ايه كان كله. بالعالم ايه. العربي هيك كله ايه. ما بيحرز وكله بتحسي انه في هالحاله النمطيه اللي وجوه يمكن مش فرحانه مش لانه بالحقيقه مجروحه نعم انا ب بقدر بفهم ولكن برجع بقول هيدي مناسبة وطنية نعم. مثل ما كان يسوع دائما يقول اعطوما لقيصر لقيصر وما لله لله نعم. العرس انا بقول عندك كل اربع سنين تنفترض مره نعم. تروح تبل بالحبر وتختم مشان يعني هيك دائما انا كنت احكي دكتور كنت دائما احكي عن بصمه الايد بصمه الاجر للوقت الخاصه انه بتقول ثبتنا اجرينا بالارض نعم. كمان هي بصمه في بصمه القلب وفي بصمه الدم اللي يسوع المسيح و اختارتنا نعم. خلينا نبذل ذاتنا فاليوم بذل الزيت بيكون عبر انه شو بنحلم لاولادنا مشان هيك وقت اللي وجهت الرساله وجهتها بهيدا الاطار قلت النخبه والناخبين والمنتخبين هيدا نعم. هيدي بتعرفي شو معناتها ان نشرب نخب نعم. ومن النخبه اليوم هن اولادنا نعم. هن احلامهم نعم. هني هن امالهم هن توقعاتهم هي اذا بدي سميها وجعهم فالناخب مهم والمنتخب عنده رساله ما بقى عندك وظيفه، انت ما بتروح مثل عندنا النواب بلبنان بيروحوا مره بالسنه على البرلمان، لا أوه. انت اليوم بتصفي مؤتمن انه كل مره البرلمان فاتح، اذا ما بتكون موجود انت يلغى، يشطب اسمك من 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 الـ 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 السجل السجل <applause> لانه انت هيدا التشريع وانك تكون قلبا وقالبا موجود عم بتمثل من تمثل، انت منتخب وانت كنت ناخب صرت منتخب وصرت بالنهاية صرت مؤتمن على على, نعم. على هالنفوس وعلى هالشعب وعلى الأرض وعلى الوطن وعلى كل شيء مشان هيك كلنا مسؤولين وما بين حلقتنا اليوم اللي عم نحكي عن العبادة وما بين الإيمان والتقوى وشو الفرق ما بين الإيمان والتقوى لأنه في ناس كتير يعني سالونا هذا السؤال انه شو يعني تقوى؟ وشو يعني ايمان؟ وشو بيختلف؟ وشو بيجمع؟ وعبادتي هل علي عليها انها تجمع الاثنين؟ هل بيكفي العباد اني اؤمن؟ هل تكفي العباده اني انه انه انا عم بمارس هالشعار التقوى اللي مطلوبه مني احيانا ما في ايمان كامل واحنا عارفين هذا الشيء انه فيش ايمان كامل هل ايماننا بالفطره نابع مش ب... بادراك او تعليم هل ايماننا بتعارض مع عقلنا فكتير اسئله بتراودنا وانا حطيت لك اياهم كلياتهم فرض مره علشان <applause> علشان يعني هيك تعطينا من هالحكمه هالكلام هال... هالارشاد الايماني والتعليم المسيحي اللي احنا اخذناه شو بيحكينا بهذا المضمون كل شيء اسمه يمكن كنائس وطوائف وديانات والى ما هون هي الايمان بنبلش من ابراهيم اسحاق يعقوب وبعدين كل هالاشخاص هالقاضي اللي بدي سميهم اللي نقلوا شو نقلوا لنا؟ نقلوا لنا ايمانهم نقلوا لنا قديش عندهم طواعيه قديش عندهم تواضع وطاعه نقلوا لنا إيه. كيف نقلوا لنا إيه؟ نحن اليوم بنقول انه البي بيورت ابنه شو بيورثه عم يورثه ارض منقبر بعضنا على شبر ارض ومنقبر ور... بعضنا اذا منورت البنت ولا منورت الصبي ولا الارث الحقيقي الارث الحقيقي هو الانسان <applause> نحن عم نورث فكر عم نورث حضاره عم نورث ايمان <applause> عم نورث ثقافه بعمل الايمان معادله اه معادله ذهبيه نعم. كيف بعملها مقياس حياتي نحن بنقول مقياس الايمان انه تامن على العميانة، اه على عمياني انا مامن مه. اليوم المسيح بتقلي له غير دينك بيقول لك خي اخر همي خلاص انا هيك ولدت لو ما الله بدو على العمياني مثل نعم. ما انت حكيت وسالتيني وبدي عن جد انطلق منها قصه الموبايل نعم انه بتقولي لي هيك على العمياني بنشتغل مش هيك انت قلتي إيه لي يعني هل... على تحت على العمياني الموبايل عمياني. اللي بنشتغل فيه وال... واللابتوب, واللابتوب. والكذا طب انا بسالك دكتور طالما انت عم تسالي هالسؤال انا بسال حالي قد في فيتشرز على هالموبايل نحنا ما, ما ما بنعرفها ما بنعرفها ما اهتمينا فيها عندي 10000 فيتشر ويمكن في كثير اشياء معموله ويمكن في كثير اشياء بترقبني وبتجعلكني وبت... بتج... مرات ومرات ومع... بتسقل شخصيتي يعني اليوم مين عم بربي نعم مين عم بربي اليوم المدارس عم بتربي الاستاذ والمعلمه وما بعرف شو والدكتور عم بيربوا ب... الموبايل, الموبايل بيربي, عم بيربي كي... اللابتوب ايه. بيربي. طب هل قد الايمان في امور وفي فيتشرز بدي سميها عرفتي كيف صدقيني ما حدا اقاربه اباء الكنيسه جربوا يحوركوا حولها الاباء آه اليوم الموجودين كهني يعطيهم الف عافيه بخدمتهم عم بيجربوا يحوركوا ويصيغوا الايمان ويسقلوا ويروتشوا <applause> يعملوا له رتوش اذا <applause> بدك يعملوا له ميك اب لحتى يبرزوا ايمان اولادهم اكثر يمكن عبر الحركات الرسوليه الكشفيه طب بدنا خيه هون يامنوا بدنا ياهن يمشوا بدنا ياهن يصيروا عظيم ولكن بعد في كثير فيتشرز انت بعد ما قربت